وينضم إلينا هاتفيا من القدس المحتلة رتيب النتش عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في فلسطين. برحب بحضرتك معي عبرتان. أهلا بكم. أهلا بحضرتك. إذا تابعنا هذه المشاهد القاسية للمصابين والحالات التي تمت إصابتها هذه الأعداد الهائلة من الشهداء، نتحدث عن 200 أو أكثر من 210 شهداء و 400 مصابين جراء المجزرة الإسرائيلية بالنصيرات وسط قطاع غزة. لو تحدثينا عن متابعتك لهذه المجزرة وما الذي يريد جيش الاحتلال أن يوصله بهذه الأفعال؟ يعني إسرائيل تتحدث عن المفاوضات من مبدأ القوة أو من مركز القوة، وبناء على ذلك اتخذ كابينة الحرب يوم الخميس الماضي قرارا بشن عملية عسكرية على وسط قطاع غزة على الانفراد بالذات لتحقيق مبدأ القوة والتفوق بالقوة. وكانت هنالك عمليات من القوات الخاصة الإسرائيلية بمهاجمة منزلين ثم انفلات النيران جوا وأرضا على المارة والمدنيين في السوق وفي التجمعات السكنية. لا يمكن حتى معرفة العدد الحقيقي للضحايا حتى هذه اللحظة. نحن نتحدث عن 200 شهيد وصلوا إلى المستشفيات أو للمستشفى الوحيد الموجود في المنطقة مستشفى شهداء الأقصى، ويعني ولكن هنالك عدد ما زال لا يمكن الوصول اليهم او لم يستطيع الطواقم الطبيه يعني ايصالهم الى المستشفيات، اولا نتيجه ضعف الامكانيات والمفاضله بين الجرحى في نقلهم الى المستشفيات. وبالتالي نحن نتحدث عن مجزره جديده محتمه بقرار من الكابينت الحربي الاسرائيلي وبشكل مقصود اتجاه المدنيين في قطاع غزه. هل يحتاج الاحتلال الإسرائيلي لقتل أكثر من 210 شهداء من أجل الإفراج عن 4 محتجزين وسط كل هذه الإمكانيات التي لديه؟ المسألة تتعلق بالحسابات السياسية والموازنات السياسية، خاصة بعد إعلان جنت رغبته بالانسحاب من مجلس الحرب المصغر، وبالتالي كان هنالك قرار مستعجل بضرورة تحقيق أي صورة من صور النصر حتى يعتبر كل من يدفع باتجاه صفقة تبادل الأسرى أو التهدئة في غزة بأنه خائن وخارج عن الصف الوطني الإسرائيلي وتحقيق أهداف النصر العظمى أو النصر المطلق الذي تسعى إليه هذه الحكومة. وبالتالي استخدمت القتل، ونحن نعرف على تاريخ الحكومات الإسرائيلية في كل مرة تريد الحكومة حسم تصويت أو حسم مسألة سياسية أو دخول في انتخابات جديدة فهي تستخدم الدم الفلسطيني كدعاية انتخابية أو كنقاط إضافية لتحسين موضعها أمام الجمهور وأمام الناخبين. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذة رتيبة النتش عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في فلسطين، شكرا جزيلا لك.